الطفولة المعروفة بالنقاء والبياض، ولكن مع الظروف اللي عم نمر فيها أيضا الطفل ممكن يتأثر. كيف أنا ممكن أجعل طفلي خلينا نقول مؤثر بالمجتمع، وطفل فيما بعد هو إنسان وفرد فاعل بمجتمعه، وبعيدا عن العوامل المؤثرة السلبية؟ كثير من التفاصيل حاليا مهم جدا نحكي فيها عن عالم الطفولة. كل هالمعلومات رح نحكيها مع ضيفنا المدرب والمتخصص في صحة وحماية الطفل الأستاذ محمود الخالد. صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير أستاذ. صباحكم. يعني اليوم مساحة خاصة جدا لأطفالنا، يمكن الأطفال تعتبر تصنيف العالمي هن من الفئات الأكثر هشاشة. صحيح. ضمن الحروب إن كانت المرأة أو إن كان الطفل، ولكن الطفل بالمقام الأول. حاليا كمان عم نشوف أيضا هذا الشيء بتقاطع مع فيني أقول الصفات اللي موجودة بالعموم بالطفل، سواء هو طفل عنيد، طفل اجتماعي، طفل منعزل وما إلى ذلك. اليوم كيف ممكن يتم التعامل مع الأطفال ضمن هاي الظروف؟ صباحكم أول شيء. هلأ اليوم مثل ما تفضلتي حضرتك، اليوم في عنا عدد مو سهل من الأشكال وأنماط شخصية الأطفال. في عنا الطفل الانطوائي، في عنا الطفل العنيد، في عنا الطفل الغاضب، في عنا الطفل الحرك مثل ما يسموها. صحيح. يعني اليوم كل نوع من أنواع أنماط شخصيات الأطفال هي في إلها طريقة تعامل وفي إلها ردود أفعال نحن لازم نتعامل معها. اليوم كذلك الأمر، خلينا نكون واقعيين، لازم الأهل يكونوا بيعرفوا تماماً شيء اسمه التطور الإدراكي للطفل وشو هي ردود الأفعال الشائعة اللي إحنا لازم ما نستغربها. عرفتي علي كيف؟ على سبيل المثال خلينا نقول من عمر صفر لعمر عمر 3 سنين، في تطور إدراكي، في ردود أفعال شائعة بيتصرفها الطفل. ممكن الطفل بيحب يستكشف، ممكن يشوف أي شغلة يمسكها ما بيعرف شو هي، ممكن يكون سكينة، دبوس، إبرة، ما بيعرف شو هاي بده يستكشفها، ممكن يأذي حاله فيها، يشوف كاسة يمسكها يكسرها لأنه ما بيعرف شو هي. تمام. هلا ممكن تشوفي بعض الأهالي ابني ما عم يتهدى، ما عم لاحقته من مكان لمكان، فممكن يكون في بعض الأهالي بيقول لك إنه هذا معه فرط نشاط. لا، بالعكس، هي ردود الأفعال الشائعة لهذا العمر. لهذا العمر فنحن لازم نكون بنعرف شو الصح وشو الغلط لكل طفل من 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 يعني لكل نمط من أنماط هاي الأطفال الشخصية، ولازم نعرف كيف نتعامل معها. طيب أستاذ محمود، خلينا نحكي شوي اليوم أبرز العوامل اللي بتساعدنا لتكوين شخصية الطفل. مثل ما حضرتك قلت، في أهل بتجهل تفسر تصرفات أطفالها. أوقات كمان أنا لما بشوف الطفل هادي زيادة عن اللزوم لازم أسأل، ولما بشوفه كمان يعني خلينا نقول محرك أكثر من حرك شوي كمان لازم أسأل شو العمر اللي أنا لازم أسأل فيه، شو هي العوامل الأساسية أو خليني أقول العوارض الأساسية اللي أنا بشوفها من خلالها بقرر أنا شو بدي ساوي وكيف لازم أتصرف. مثل ما تفضلنا حكيتي كلمة كتير مهمة ونوهنا عنها في البداية. اليوم في بعض الأهالي تفتخر بيقول لك أنا ابني هادي مثل النسمة، ماله صوت. كويس. هون هذا الكلام لازم كثير يعمل له اشاره استفهام. يعني لما يكون طفل بهذا العمر اللي هو من عمر يوم لعمر 3 سنوات او حتى من عمر 4 لعمر 6 سنوات ويكون هادي، هذا مؤشر لاشاره استفهام كثير كبيره، لانه بهذا العمر الردود الافعال الشائعه لهذا العمر بالنسبه للاطفال هو ابدا ما لازم يكون هادي. وهذا كلام مؤشر كثير خطير، لانه ممكن يكون يعني مؤشر لنوع من انواع الامراض اللي هو، او مثلا ممكن على سبيل المثال توحد. وهذا هذا يعني هذا كلام كثير خطير، يعني بقول لهم لا كثير، يعني في عالم مثل ما بيسموه تفتخر بهذا الموضوع. فرط النشاط الحركي اليوم في له عوامل، في له مؤشرات اللي هو يعني الطفل بكل الاوقات بكل الظروف بكل الاحوال هو دائما عم يحرك، دائما ما عم تقدر تسيطر عليه، يعني هو نفسه ما عم يقدر يسيطر على انفعالاته. فكذلك الامر بنرجع للحلقه الاولى واللي هي الاساس، الاهل. اليوم نحن ما فينا نحمل الاطفال، هن الاطفال ما فينا نحملهم مسؤوليه انه انت لازم تدير بالك ولازم تنضبط. هي بتعديل سلوكيات الاطفال، لما نحن بدنا نشتغل على تعديل سلوك الاطفال، ولما نحن بدنا نحط لهم خطه كيف نحن بدنا ننميهم وننمي قدراتهم ويعني ونشتغل عليهم. اما انا اليوم بقول الاهل هن الحلقه الاولى والاساسيه بالتعامل مع اطفالهم من البدايه، من عمر يوم لعمر 18.
كونه انه تعريف الطفل هو من عمر يوم لعمر لعمر 18. فبقول في كثير عوامل نحن لازم ننتبه لها، خلينا نقول العوامل الوراثية، العوامل المجتمعية، البيئة، التعليم، الثقافة، كل هاي العوامل بتلعب دور بالتعامل مع الأطفال وببناء شخصية الأطفال. صحيح. اليوم عم نعيش بجيل أو هيك بعصر بيقول لك هذا الجيل سابق عصر. صحيح. يعني عم نشوف ردود فعل بأعمار كتير صغيرة، ما نتوقع أنه مثلاً طفل يحكي الحكي اللي عم نسمعه حالياً، طبعاً لأنه عم بيشوف قدامه كتير صارت قصص عم بتعلمه. صحيح. تلفزيون، الكمبيوتر، الموبايل، كل شي حواليه صار عم بيعلمه شي مختلف عن اللي نحن ربينا عليه أو حتى اللي أهلينا ربونا عليه. هذا الشيء بيأثر جداً على تربية الطفل. اليوم عم نسمع مصطلحات التربية الحديثة وما إلى ذلك. برأيك شو اللي ممكن هيك يعتمدوا عليه الأهل حالياً في وجه المحيط الصعب حالياً جداً على الأهل؟ يعني هلا أنا يمكن بكل لقاءاتي هون بقول يمكن الأهل بيزعلوا منها، لأنه دائماً أنا بوجه دائماً اللوم والعتب والمسؤولية على الأهل، ورح نرجع نكمل هذا الكلام ولو أنه هذا الكلام ممكن يكون بيزعلهم، لأنه الأهالي اليوم الأب عم يشتغل شغل وشغلين والأم كذلك الأمر عم تشتغل وعم ترجع على البيت إلى آخره، ولكن هي مسؤوليتهم المطلقة. نحن بس هذا الجيل مو بس سابق عصره، اليوم كل شيء قدامه متاح وللأسف الأهل هن تاركينه، وبالعكس هن اللي عم يعطوه الوسيلة اللي لازم مثل ما يسموها ينحرف عن اتجاهاته اللي هو الموبايل. ما بدي أقول أكيد التلفزيون له عامل، ولكن جزء كتير كبير من اليوم ما عم يشوف تلفزيون بحكم أوضاع انقطاع الكهرباء، ولكن الموبايل دائما وأبدا موجود بإيدينا. كل أم بتلاقي جزء كتير كبير من الأمهات كرمال تسكت ابنها بتمسك وبتعطيه الموبايل، كرمال ترتاح من نقه أو من طلباته بتمسك وبتعطيه الموبايل. هلا هو غلط بالمطلق ولا لا؟ لازم يكون في إرشاد ومتابعة. أنا ما عم أقول إنه غلط، أنا عم أقول فتراته الكبيرة هو طبعا خطأ بالمطلق. يعني اليوم لما في عندي أنا بعض الأطفال عم يقعدوا على الموبايل ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، تمام؟ هذا الكلام بالمطلق خطأ. وخصوصا ممكن يكون كارثي اكثر لما نكون نحن عم نعطيه هذا الموبايل ونحن ما بنعرف على شو عم يتفرج. بالنهايه اليوم نحن هذا الموبايل موجود قدامنا مثل ما كلياتنا بنعمل، نحن بمجرد ما انه فتحنا على اول فيديو وبلشنا نقلب بيطلع عنا اشكال الوان تكرج تماما. واليوم هاي الموبايلات وهي الريلز خلينا نسميها هي بتشتغل على مصفوفه. يعني انا اليوم اذا بفتح الفيديو، خلينا نقول على سبيل المثال بفتح على فيديو كرة قدم وبصفن فيه لآخره، تلقائيا هاي المصفوفة بتصير بتطلع لي فيديوهات كرة قدم تلقائيا. طبعا تلقائيا ذكاء اصطناعي تلقائيا هي بتصير بتطلع لي انه انا وين وقفت اكثر، وين وقفت اكثر، فانا بتصير بتطلع لي هاي الفيديوهات. فاليوم انا بقول عنصر متابعه الاهل واهتمامهم لكل شيء عم يتفرجوا عليه اطفالهم هو اهم عامل، لازم كتير مهم اعرف اطفالي على شو عم يتفرجوا. اكيد عم نشوف حاليا كمان اليوم بعض الفيديوهات المفيده جدا عن انه انا كيف ممكن خلي طفلي يعمل نشاطات بقلب البيت يقضي وقت فيها، نفس الوقت بقوي له مهاراته الاستيعابيه والادراكيه ان كان بتحديد الالوان، تعليم الارقام، كثير من التفاصيل بلعب بسيطه ممكن تغني عن الموبايل. ولكن عم نعاني من مشكلة تانية مثل ما أنت قلت، اليوم للأغلبية الأمهات بتقلك عندي شيء بدي أشتغله فبدي خليه شوية لها على الموبايل، ماني فاضية أو تعبانة ماني قدراني أشارك بهذا الموضوع. كمان هاي حالات أوقات يعني بتكون موجودة حقيقية. يعني هي موجودة وهي حقيقية. فشو ممكن تساوي مثلا الأم اللي عندها شغل كتير أو اللي فينا نقول شوي ظروفها المنزلية شوي صعبة، هي مدبرة منزل، كمان ظروف الاقتصادية بتلعب دور. اليوم مو الكل مثلا قادر يجيب حدا يساعده، أو مثلا مو الكل ممكن يكون عنده حدا من أهله يساعده بالأمور المنزلية. شو الخطوات ممكن تساعدهم فيها بهالأمور؟ في عنا خطوتين كتير مهمين. وهدول الخطوتين هن أول خطوة من هاي الخطوات هي بناء شخصية الطفل. يعني إحنا اليوم فينا نستغلها إنه أنا عم أقوي شخصية
ابني وعم ابني شخصيته وعم خليه يبلش يتحمل المسؤولية، وبنفس الوقت أنا ما عم يلتهي على الموبايل. اليوم أنا لما الطفل بلش وكله بمجموعة من المهام التي تتناسب مع عمره، فهي هي نوع من أنواع بناء شخصية الطفل. يعني اليوم أنا بالبيت كويس، فيني خليه يساعدني بترتيب البيت، فيني خليه يبلش يرتب غرفته، فيني خليه يقوم ببعض المهام. هي بأنو عمر فيني يدخلها؟ فيني بلش فيها من عمر 3 سنين. طب تمام؟ اللي أصغر من 3 سنين هدول شو بقدر أتصرف اليوم معهم؟ اليوم اللي أقل من 3 سنين ما في خيار إلا أنك أنت تضل متابع معه. بصراحة نحن بدنا نقعد نقول أنه والله يلا أنا بعطيه الموبايل بيلتهي، مظبوط هو فعلا بيلتهي، ولكن رح تلاقي بعد فترة وجيزة ما أنا طويلة أبدا رح تلاقي هذا الطفل هو ماسك الموبايل لأنه عم يقعد عليه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، عم تنادي ما عم بيرد عليك. صحيح، عم تنادي ما عم بيرد عليك. طب إذا حطيت له شيء تعليمي أو شيء ترفيهي اليوم ممكن أخف شوي ضررا. خلينا ننتقل لموضوع الألعاب اللي هو الفقرة الثانية، اللي هو موضوع الألعاب الحركية. اليوم أنا فيني أحط له بزل، فيني أحط له المكعبات، فيني أحط له مجموعة من القصص الشيقة، أني أنا أول مرة أقرأ له إياها، ثاني مرة هو يقرأ له إياها، يقرأ لي إياها ثالث مرة هو يقرأها، وبعدين يجي حاكي. في اليوم مجموعة من العوامل في والطرق اللي بتخلينا عن جد أنه نحن هذا الطفل. أنا ما عم أقول لا تعطيه الموبايل، بس أعطيه حتى الموبايل لما بدي أعطيه، بدي أعطيه بشروط وبانتظام. بدي أعطيها بشروط أنه أنت لازم تقعد على هذا الموبايل، إلك بهذا الموبايل ربع ساعة. أو أعتبر حالي أنا عم تعامل مع هذا الطفل كأني أنا من عصر تاني ما كان موجود الموبايل تماماً. شو اليوم كانت الوسيلة عند الناس كثير تربت بأجيال سابقة 100%؟ يعني ما كان هذا الكلام موجود. هن نفسهم الأهالي تربوا على الموبايل؟ لا، ما تربوا أكيد على الموبايل. بالنهاية لازم نحن نتبع مجموعة من الأسس والقواعد المنتظمة. أنا ما عم أقول لا تعطيه الموبايل لأنه ما فيكي، عرفتي علي كيف؟ ما فيكي نهائيا، ولكن أنا بقول أنه لا، أعطيها بأوقات. اليوم أنت لك الموبايل ربع ساعة، بعدها بدك تقوم على دراستك. ممكن أنه أنا أعطيها كحافز كجائزة فيما لو نفذ مجموعة من المهام المطلوبة منه، فيه يساعدني، فيه يقوم يدرس دراسته، فيه مثلا يركب هاي اللعبة، فيه يقرأ هاي القصة، وجائزتك لك ربع ساعة زيادة مثلا على الموبايل. ما عندك أبدا أي مشكلة، ولكن حتى لما أنا بدي أعطيه الموبايل بدي يكون في حالة من المتابعة والرقابة. وللأمانة هي صعبة أني أنا تابع وراقب شو هو عم يتفرج، لأني مثل ما قلت لك هي مجموعة، هي بمجرد ما أنه فتح فيديو فهو خلص صار في عندك سلسلة. هلأ شفنا بعض الشركات الحديثة بلشت تلجأ لترجع تعمل إنتاج جديد من جيل الموبايلات بأشكال حلوة ملونة، ولكن من دون خاصية الإنترنت. يعني ترجع الموبايلات القديمة ولكن بطرق حديثة مخصصة للأطفال. هلأ أكيد كل الأهل بعمر معين عم يعطوا أولادهم موبايلات ليطمنوا عليهم في حال مثلا رجعتهم على الطريق وما إلى ذلك، إنه يطمنوا. أو اللي عنده أكثر من طفل بيكون مع الأخ الأكبر مثلا هاتف لحتى يطمن عليه. كمان استخدام هذا النوع من الوسائل ممكن يخفف شوي من الضرر، إنه أنا الموبايل للاتصال فقط، ما يكون فيه تطبيقات انترنت او ما الى ذلك، ونخلي جهاز الانترنت بالبيت محصور اللي هو فيه كنترول من الاهل. هذا اكبر دليل على خطورة الموبايل. لما تكون عم تحكي عن اهم عن كبرى الشركات العملاقة في صناعة رجعت تنتج هذا النوع، رجعت تنتج هذا الموبايل بهاي الخاصية، هذا اكبر دليل على مدى خطورة عن جد وجود الموبايل بيد الطفل. يعني اليوم في كل شركات العالم في شيء اسمه المسؤولية المجتمعية. صدقا هذا جزء من مسؤوليتهم المجتمعية. ليش؟ لأنه هن معنيين بحماية الطفل، معنيين بتنشئة الطفل، معنيين بأنه الطفل يكون يتربى ويبنى على ببيئة سليمة وبيئة خالية من أي من أي من أي من أي أخطار أو طوارئ. فاليوم بتمنى أنه عن جد يكون الكل عم يسمع هذا الكلام، لما تكون عن جد كبرى الشركات عم تنتج واللي عم تحقق مرابح بالمليارات طبعاً. بالمليارات، كرمال عم تلغي خاصية من موبايلاتها بس كرمال الأطفال، لأنه هو فعلا خطير جدا. وممكن اليوم أنت عم تحكي عن شبكة إنترنت ما هي مقوننة وما هي محكومة، ما في عليها جهة رقابية. اليوم أنت شو ما بدك بتلاقي
على الانترنت. أكيد. شو ما بتطلبي بتلاقي. حتى بعض الموبايلات الحديثة كمان عم تنزل هلأ تحديث انه انا وقت بمسك الجهاز في شيء ضمن الخصائص اسمه الرقابة الأسرية. طيب. او وضع الاطفال وضع المنزل اللي هو بيعطي سيطرة اكثر بانا مثلا انه في تطبيقات معينة ما تفتح اذا حاول الطفل وهو معه الموبايل الا بكلمة سر تكون مع الاهل. هي يمكن اجراءات بسيطة انا بقدر اتعامل فيها مع التكنولوجيا لاحكم السيطرة عليها. طب خليني احكي عن الشارع. ما زال الشارع الى الان له دور اساسي بتربيه اطفالنا، الشارع، المدرسه، اطفال زملائه وما الى ذلك. اليوم انا كيف بقدر ترجم شوي شو عم بيصير اليوم؟ احيانا ممكن اشوف طفلي متغير لانه رفيقه بالمدرسه هيك فهو صار بده يقلده. صح. كثير اوقات بنسمع عن قصص والله رجع ابني قال لي بدنا نعمل هيك لانه رفيقه بالمدرسة شافه عم يعمل هيك. صح. كمان شوي هون تدخل الأهل بهذا الموضوع كتير ضروري. لما يعرفوا الأهل لازم يكون يتدخلوا. ولكن كيف ممكن يعرفوا؟ هي النقطة الأساسية، الحوار. تمام. اليوم لازم ينبنى بين الأهل والأطفال بناء الثقة. اليوم الأسرة هي الدائرة الأولى للطفل. كيف أنا بدي خلي طفلي يجي يحكي لي كل شيء عنده؟ أولا بناء ثقة بين الطفل وبين الأهل وخصوصا الأب والأم. لما أنا أعطيه الأمان وأعطيه مثل الثقة الكاملة وأعطيه الحماية إنه أنا أنت فيك تحكي شو ما بدك، فمن النهاية أي تفصيل راح يجي يحكي لي. ثقافة الحوار اليوم، ثقافة الحوار تبدأ مع الطفل من عمر سنة. يعني عرفت علي كيف؟ اليوم اني انا بلش اعلم اني انا اخذ واعطي مع طفلي من اول ما بلش يحكي. تمام. انت عم تبني مستقبل ابنك. طبعا. صدقا اليوم ثقافه حوار واضحه وجميله شفافه بين الـ بين الـ بين الاهل، بين الطفل والابوين، رح تعطيه ثقه بنفسه، رح تعطيه المجال. اليوم الطفل بده يسال اي تفصيل كل عمر، مثل ما حكينا ببدايه الحوار انه نحن اليوم في عنا اربع مراحل عمريه للطفل، من 1 ل3، من 4 ل6، من 7 ل12، ومن 13 ل18. كل مرحله من هي المراحل في لها تطور ادراكي، وبالنهايه هذا الطفل ممكن يعني هو عم يتعلم من برا، عم يتعلم من الشارع، عم يتعلم من الاقران زملاء بالمدرسه، عم يتعلم من القرايب واولاد العم اللي عم يلتقي فيهم، اولاد الخال وصره القرابه الموجوده. كل حدا عم يشوفه، عم يشوف، عم يسمع منه شيء وعم يتعلم منه شيء. لازم يكون في ثقة متبادلة بين الطفل وبين الأهل ليجي يحكي لهم. تمام. وهذا نوع أولا من أنواع كمان حتى بناء الشخصية. لما يجي يحكي لي مصدر أمانه ومصدر الثقة تبعه هو الأهل. تمام. فلازم حتى المعلومة اللي أنا أعطيها أو أنا رد عليه على سؤاله، أنا اليوم أنا شفت فلان عمل هيك، اليوم أنا كان معي بالمدرسة عمل هيك، شو هذا؟ هذا صح ولا هذا غلط؟ حتى هون لازم تكون الإجابة، لازم تكون إجابة صحيحة، لأنه أنتوا مصدر الثقة والأمان الأول، خط الدفاع الأول بالنسبة لهذا الطفل. أي معلومة خاطئة أو على سبيل المثال ردة فعل ما أنا بمكانها، مين هذا الولد؟ أوعك تحكي معه، إذا بدي أشوفك عم تحكي معه بدي أعمل. صحيح. بدي أسوي للأسف هو ما بقى يحكي لك. حتى لو غلط اليوم، هو مثلا هو غلط، تأخر عن المدرسة، راح لمكان ما لازم يروح عليه من دون ما يخبر، أي قصة كانت ردة الفعل بهذه الطريقة هو ما بقى يحكي لك، لأنه بالنهاية عم يستكشف. أولا عم يستكشف، ثانيا ممكن يكون كونه إذا كان في عمر بعمر المراهقة فهنا ممكن يكون نوع من أنواع اللي هو أنه يعني دفشوه، أنه مع أنت ما بتقدر تروح لأنه أهلك ما بيخلوك، بس أهلي بيخلوني. هذا نوع من أنواع ردود الأفعال ممكن يكون عند الطفل، أنه لا كمان أهلي بيخلوني وبروح معاكم. تمام. فاليوم نحن ما فينا ننسى دور تأثير البيئة المحيطة حواليه وتأثير الأقران اللي هن زملائه بالمدرسة أو زملائه بالحارة أو من الأقارب، لا يجروا لأي مكان خاطئ. فنحن لازم يكون في ثقة مطلقة بين الطفل وأهله ليجي يحكي لي كل شيء، لضل أنا في نوع من أنواع المتابعة والمراقبة على طفلي، شو عم يتصرف، كيف لازم تابع. أنا ممكن يكون في عندي نظرة من بعيد حتى أني أنا ما استعجل الحكم، بس انا صار في عندي ملاحظه انه فلان الفلاني هو اللي كان معه وهن عملوا هي القصه.
انا بقول له انه والله مثلا هي القصه كان المفروض تخبرنا قبل او كان المفروض ما تروح او يعني ما انا صحيحه بالمطلق بس انت كان لازم تدير بالك اكثر. بس انا خلص من بعيد صار في عندي ملاحظه انه رفيقه فلان يعني انا بخلي هذا الموضوع لازم اراقب اكثر. تمام. أكيد. ردود افعال الغاضبه بالنسبه للاهل غالبا هي تفقد الثقه بين الطفل وبين الاهل. اكيد معلومات جدا مهمه مثل عادة استاذ محمود، شكرا لوجودك معنا. وبدي نوه كمان قبل ما نختم، بدي اقول لك يعطيك العافيه، انا بعرف ان انتم حاليا عم تعملوا استجابه ايضا لاهالينا المتواجدين من لبنان. صح. وايضا العائدين من سوريا على المعابر ومراكز طبعا الايواء اللي موجودين فيها، يعطيكم العافيه. وان شاء الله هيك كمان هذا دور جدا مهم. كنا قبل شوي مع الأستاذة سلام عم نحكي عن موضوع الدعم النفسي للأشخاص بالصدمات، هذا جزء أنتوا عم تعملوه. كمان بدي أشكركم عليه وعلى كل الشباب السوري وأيضا المؤسسات والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية والحكومية اللي عم تشتغل بهذا الظرف الصعب مع أهلينا الموجودين والقادمين من لبنان. شكرا لكم. إن شاء الله يكون نحن مع من قصر. هلأ طالع كمان. هلأ قبل المقابلة والله أنا كنت في منطقة حران العواميد وهلأ مخلصين وطالعين كمان. كيف الوضع بشكل عام؟ يعني إن شاء الله نكون نحن عم نقدم الصح لأهالينا، أهالينا اللي هنا أهالينا السوريين، نحن ما فينا هذا أقل الواجب. أكيد. وكمان أشقائنا اللبنانيين اللي هن أشقائنا كانوا وما زالوا وسيبقوا، إن شاء الله نحن حنقوم بالواجب أكثر. الله يحميهم ويحمي بلدنا الثاني لبنان، وإن شاء الله يا رب بترجع مثل ما كانت وأحلى مثل ما نحن. أكيد بعرفها. شكرا لك أستاذ محمود. شكرا مرة تانية لكل الفرق يلي عم تشتغل. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.